بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحديث مع قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سبق الكلام على ما إذا نشزت الزوجة عن زوجها وماذا تعالج به، وأنها إذا استقامت واعتدلت ورجعت إلى الصواب أنه يحرم على زوجها أن يظلمها وأن يحيف في حقها. فإذا رجعت إلى الصواب رجع هو إلى العدل وإلى العشرة الطيبة. وفي هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى أنه إذا حصل الشقاق من الاثنين، في الآية التي قبلها إذا حصل الشقاق من الزوجة وماذا يعالج به، وفي هذه الآية ذكر سبحانه أنه إذا حصل الشقاق بين الزوجين فإنه يتخذ إجراء آخر. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين، والشقاق أن يكون أحدهما في شق والآخر في شق آخر، هذا هو الشقاق والنزاع والافتراق في الرأي وفي التصرفات، لأن الله جعل الزوجين قرينان تعاشران بالمعروف ويتفاهمان بالحسنى ليتدوم الزوجية وتبنى الأسر. أما إذا حصل شقاق بين الزوجين، كل واحد منهما لا يريد الآخر، أو كل واحد منهما يعيب الآخر وساءت العشرة بينهما، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يشكل حكمان، حكمان يعني رجلان عادلان بصيران بالأمور، أهل حنكة وأهل خبرة وعدل. يختار واحد من أقارب الزوج والثاني من أقارب الزوجة، لأن الأقارب أدرى بأحوال قريبهم ونفسيته وما يليق به، فهو أبصر من الأجنبي، وأيضا القريب أشفق على قريبه وأرحم به. فابعثوا حكما من أهله، من أهل الزوج، وحكما من أهلها، لينظر في الشقاق الذي بين الزوجين والخصومة التي بين الزوجين. وبعد ذلك إذا استحصل ما عند الزوجين وحجة كل واحد منهما في مخالفته للآخر، فإنهما حينئذ عليهما الإصلاح وتسوية النزاع. مهما أمكن ذلك، وإذا اقتضى الأمر أن الزوجين لا يلتئمان ولا يجتمعان، فإن الحكمين يحكمان بالفراق بينهما. قال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها، أي عينوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم إنه حث الحكمين على الإصلاح، لأن يكون هدفهما
الإصلاح، وأنه إذا كان هدفهما الإصلاح وفقهما الله جل وعلا لحل المشكلة. أما إذا ساءت نيتهما أو نية أحدهما فإن المشكلة تزيد تعقيدا، فهذا شيء في ذمتهما، عليهما أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون هدفهما الإصلاح بين الزوجين والتئام العشرة بينهما مهما أمكن ذلك. فإذا علم الله من قلوبهما نية الإصلاح وفقهما للوصول إلى الحق والصواب في هذه القضية، يوفق الله بينهما. أما إذا كان لا يمكن الجمع بين الزوجين والشقاق لا يسوى بينهما، فإن الحكمين يحكمان بالفراق بينهما، لأن الضرورة تقتضي ذلك. وإن كان الفراق بين الزوجين مكروه وله آثار سيئة ويترتب عليه فك الأسرة والضرر بالعائلة، ولكن لا بد منه إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المحتال إلا ارتكابها. فهذا يلجأ إليه عند انسداد الطرق التي تفضي إلى جمعهما، فإذا تعذر ذلك يصار إلى الفراق. قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن الله كان واسعا حكيما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ودلت الآية على أن الحكمين أنهما حكمان وليس وكيلين، وإنما هما حكمان يحكمان بما يظهر لهما وجه الصواب فيه، سواء بالجمع أو بالتفريق بين الزوجين. ثم قال جل وعلا: إن الله كان عليما خبيرا. لما حث على نية الإصلاح أخبر أنه يعلم جل وعلا ما في قلوب الحكمين، وإن تظاهر بالإصلاح فإذا كان في نيتهما خلاف ذلك فإن الله يعلم ذلك، فلا يوفق بين لا يوفقهما لحل المشكلة. عليما خبيرا، عليما بما يقولون وما يظهرون، وخبير بباطن أحوالهم وما تضمره نفوسهم. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالعلم، وصفه بالخبرة، كما قال تعالى: وهو الحكيم الخبير، العليم الخبير. هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يطلع على أعمال عباده ويعاملهم بموجب هذه الأعمال، سواء كانت أعمال خير يجازيهم عليها خيرا وثوابا، وإن كانت أعمال شر فإنه يجازيهم عليها إن لم يعفو عنهم سبحانه وتعالى. فهذا فيه الحث على إصلاح العشرة بين الزوجين مهما أمكن. فإذا كان الزوج يستطيع أن يعدل من سلوك زوجته فإن هذا هو الواجب بالطرق التي ذكرها الله، فإذا لم يمكن فلا بد من التدخل الخارجي بتشكيل الحكمين لحل هذه المشكلة. وهذا فيه بيان عناية الإسلام بالأحوال الزوجية، وأن الإسلام يريد الالتئام بين الزوجين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.